أهلا، ده فيديو بعنوان تاريخ وحاضر الجنيه المصري. الجنيه المصري صدر سنة 1834 بقرار حكومي أيام الحكومة الخديوية. كان قبليه في العملة المصرية كانت القرش، ما كانش فيه جنيه. الجنيه لما صدر كان عبارة عن عملة معدنية، ذهب أو فضة. أول مرة يصدر الجنيه المصري كعملة ورقية كان سنة 1899 من البنك الأهلي المصري، وكان متثبت بمعيار ذهب 7.4 جرام ذهب قصاد الجنيه. يعني كنت تروح البنك المركزي تدفع جنيه، هو ملزم يديك 7.4 جرام ذهب. فضلنا في مصر ماشيين بهذا المعيار إلى عام 1914. تم تغيير نظام سعر الصرف من ربط الجنيه بالذهب لربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني. بقى الجنيه المصري يشتري جنيه استرليني وثلاث قروش. وساعتها كان الجنيه الاسترليني مربوط بالذهب، ولكن 1914 هي سنة اندلاع الحرب العالمية الأولى، والحكومة البريطانية كانت تحت ضغط إن هي تطبع العملة بتاعتها الجنيه الاسترليني لتمويل الحرب، وبالتالي اضطرت تتخلى عن ربط الجنيه الاسترليني بمعيار ذهب. فضل الجنيه المصري مربوط بالجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني رجع تاني مربوط بالذهب سنة 1925، ولكن عام 1929 دي كان تاريخ بداية ما يسمى بالكساد العظيم. كانت أزمة مالية دولية بدأت بانهيار في البورصة، تبعها تباطؤ في النمو الاقتصادي ومعدلات بطالة مرتفعة جدا. في الحالات اللي زي دي الحكومات بتبقى تحت ضغط انها تتدخل في الاقتصاد وتزود الانفاق العام عشان تشغل ناس وتساهم في إعادة الناتج المحلي لمستويات مقبولة، وده بيتطلب ان الحكومات تطبع فلوس. وعشان الحكومات تطبع فلوس هيحصل تضخم، ومش هتقدر الحكومة تفضل محافظة على معيار الذهب اللي قصاد العملة بتاعتها، وده حصل مع الحكومة البريطانية، وبالتالي تخلت عنه مرة تانية في الكساد العظيم. وقت الكساد العظيم اللي بدأ 1929 تخلت بريطانيا عن ربط الجنيه الاسترليني بالذهب، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الجنيه الاسترليني يفقد قيمته ويفقد مكانته كالعملة الدولية للاحتياط الأجنبي، وتم استبداله تدريجيا بالدولار. وهذه العملية تم الإسراع فيها بالذات بعد الحرب العالمية الثانية، لأن أيضا الحكومة البريطانية كانت تحت ضغط، طبع فلوس، تضخم، انخفاض في القدرة الشرائية، وانخفاض في الثقة في الجنيه الاسترليني من قبل دول العالم وبنوك المركزية في الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني كاحتياط نقدي أجنبي. الدولار استبدل الجنيه الاسترليني، والحكومة المصرية قررت سنة 1962 إنها تربط الجنيه بالدولار. قبل كده كان الاسترليني، دلوقتي الجنيه مربوط بالدولار، والاسترليني أيضا مربوط بالدولار، وكل معظم عملات العالم مربوطة كانت بالدولار. بداية من نظام بريتون وودز سيستم الذي تم تبنيه سنة 1944، هو نظام بكتلة الولايات المتحدة دخل فيه معظم دول العالم، ربطت عملتها بالدولار، والدولار مربوط بمعيار ذهب 8.1 جرام للدولار. ولكن هذه الاتفاقية بريتون وودز سيستم تم وقف العمل بيها عام 1971، والدولار دلوقتي مش مربوط بالذهب خلاص، الدولار يساوي دولار بس كده. فالحكومة المصرية قررت تربط الجنيه بالدولار 1962، وكان الجنيه بيساوي 2.3، سعر صرف الجنيه بقرار من الحكومة المصرية بيساوي 2.3 دولار. 1973 كان في الحرب العربية الإسرائيلية، وكان في مقاطعة الدول العربية الغنية بالنفط، أوقفت التصدير النفط للولايات المتحدة، فده أدى لي صدمة في الدولار، انخفض قيمته قدام السلع والخدمات في السوق الدولية،
وده أدى الحكومة المصرية عشان تحافظ على قيمة الجنيه خفضت من قيمة الدولار قصاد الجنيه، وقررت تغير سعر الصرف من دولار من جنيه يشتري 2.3 دولار لجنيه يشتري 2.55 من 10 دولار. ده كان سنة 1973. بعد 5 سنين 1978 الجنيه حصل فيه حالة تضخم شديدة، لأن كان فيه عجز موازنة في الحكومة المصرية بشكل كبير. عجز موازنة يعني الإنفاق الحكومي أعلى من دخل الحكومة، سواء دخلها من الضرائب أو دخلها من ربح القطاع العام. فده بيؤدي بالحكومة لما بيبقى في عجز موازنة بتحتاج تمولها بطريقة من الاتنين، إما الاقتراض وإما طباعة الفلوس. فالحكومة المصرية كانت تحت ضغط إن هي تطبع فلوس بشكل كبير، حصل تضخم، وبالتالي سعر صرف الجنيه قعد يقل تدريجيا قصاد الدولار قصاد العملات الدولية كلها، وتغير سعر الصرف سنة 1978 للدولار، الجنيه يشتري 1.42 من 10 دولار. فضلت نفس الضغوط موجودة، عجز موازنة، ديون، طباعة فلوس، تضخم. طبعا لما يبقى عندي عملتين بينهم سعر الصرف متثبت، في عملة بيحصل فيها تضخم أسرع من عملة تانية. تضخم يعني انخفاض، معدل انخفاض في القوة الشرائية بالنسبة للعملة، يعني احنا بنشوفها كارتفاع في الأسعار. فلما يبقى في عملة معدل التضخم فيها أسرع من عملة تانية، تلقائيا من خلال ضغط السوق سعر الصرف بتاعها بيقل قصاد العملة اللي معدل التضخم فيها أقل. وده طبعا، وده لو ما حصلش، لو الحكومة ما قررتش ان هي تعدل من سعر الصرف مع معدلات التضخم العالية في الجنيه، ده معناها ان اسعار الصادرات بتاعتنا ومنها خدمة السياحة، لان دي بتتحط في خانة التصدير، فالسياحة هتبقى اغلى. التضخم طول ما الجنيه متثبت بقيمة معينة من الدولار مع التضخم مرتفع، التضخم ده هيتصدر للخارج، لان هو مازال بيشتري الجنيه بتاعك بنفس القيمة، وبعد كده بيخش السوق بتاعك يلاقي الأسعار غالية. فالحكومة بتبقى تحت ضغط إن هي تخفض من سعر الصرف عشان تفضل الصادرات شغالة، ويفضل تدفق العملة الصعبة علينا، ويفضل السياحة موجودة وهكذا. سنة 1989 الدولار، الجنيه بقى بيشتري دولار. دي الوقت ده تحديدا كان في عجز موازنة مرتفع جدا، وكان في كمية ديون مرتفعة جدا، والحكومة المصرية كانت في مأزق حقيقي وتحت ضغط حقيقي إنها تطبع كمية كبيرة جدا من الجنيه. وزي ما قلت قبل كده، شرحت ليه الحكومة المصرية بتضطر إن هي تقل سعر الصرف عشان تظبط الميزان التجاري والحساب الجاري عموما. فالحكومة المصرية قررت مع آخر 1989 إنها تخفض سعر الصرف من حوالي جنيه للدولار للدولار، بقى بيشتري 3.3 جنيه. فضلت نفس الضغوط موجودة، عجز موازنة، ديون مستحقة، طباعة فلوس، تضخم، الجنيه وصل الدولار وصل 4 جنيه. وبعد كده قررت الدولار، يعني الحكومه كانت لحد سنه 2003 كانت الحكومه هي المتحكمه في سعر الصرف، ما كانش الجنيه عايم لسه. فكانت مضطره ان هي تخفض سعر الصرف تدريجيا. 2003 ايام حكومه عاطف عبيد، الحكومه المصريه قررت تعويم الجنيه. تعويم الجنيه يعني سعر الصرف الجنيه يتحدد في السوق، يتحدد من خلال العرض والطلب في سوق العملات. طبعا ده حصل، وكلنا فاكرين لما الجنيه سعر الصرف انخفض بشكل كبير جدا قصاد الدولار، من 5 5.5، 6 6.5، 7 7.5، وده طبعا انعكس بشكل كبير جدا على اسعار السلع اللي احنا بنستوردها، وبالتالي حصل غلاء المعيشة، وحصل المجتمع بدأ يحصل فيه قلق. فالحكومة المصرية قررت ان هي
هتخلي التعويم موجود، ولكن من خلال الاحتياطي النقدي بتاعها من الدولار اللي موجود في الجنيه المركزي تنزل السوق تبيع دولارات تشتري جنيهات فتزود طلب على الجنيه. وطبعا ده مع وضع هدف معين لسعر الصرف، فتقدر الحكومة من خلال تدخلها في السوق توصل لهذا الهدف. وكان الهدف اللي اتحط 5.5 جنيه للدولار، وفضلنا من 2003 لحد 2011 الدولار كان ب5.5 جنيه. عفوا. بعد 2011 حصل تباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب الثورة والاضطرابات، ضعف السياحة، ضعف تدفق الاستثمار. دخل الحكومة قل سواء من ضرائب أو من دخل القطاع العام، لأن حصل تباطؤ في النمو الاقتصادي. دخل الحكومة أقل من المتوقع يعني، لأن إحنا كنا بننمو من 2004 لحد 2011 بمتوسط 6% النمو الاقتصادي الحقيقي. 2011 كان النمو أقل من 2%، وكذلك الحال في 2012 و2013 دلوقتي بننمو أقل من 2%، ودي تعتبر نسبة نمو منخفضة بالنسبة لبلد نامي زي مصر وفقير زي مصر. ففي 2011 تباطؤ النمو، ضعف الدخل، وفي نفس الوقت النفقات ما زالت كما هي، فده أدى إلى زيادة إضافية في عجز الموازنة، إلى جانب طبعا الديون المتراكمة. الدولة المصرية النهاردة عليها ديون أكتر من 1.8 تريليون جنيه مصري، بما يعادل 1.8 تريليون جنيه مصري، لأن في للداخل وفي للخارج بالعملة الصعبة. فطبعا الحكومة بتضطر تطبع فلوس بكميات أكبر، وعشان كده حصل تضخم بشكل أكبر في السنتين اللي فاتوا، أو أكتر من سنتين من أيام الثورة. طبعا تضخم متوسط من 1989 لحد النهاردة، متوسط التضخم 10% في السنة، يعني الجنيه بيفقد 10% من قيمته كل سنة بسبب طباعة الفلوس لسداد الدين وخفض عجز الموازنة وهذا الكلام. 2012 التضخم 11%، 2013 عجز الموازنة متوقع أن يكون 11.1%، وأنا متوقع بسبب استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، استمرار الاضطرابات، تباطؤ في السياحة، تباطؤ في تدفق الاستثمار، وفي نفس الوقت دخل الحكومة قليل، عجز الموازنة ما زال مرتفع. عجز الموازنة السنة دي 197 مليار جنيه. طبعا الحكومة هتضطر تطبع فلوس، أكيد مش هتطبع 197 مليار جنيه، لأن في حاجة لازم نفهمها في النظام المصرفي. النظام المصرفي بيطلع بي أو بيخلي 10% بس من الإيداع، يعني لو الحكومة حطت 20 مليار جنيه في بنك يقدر يطلع قروض 200 مليار جنيه، ده حسب القانون المصري. فالحكومة لو أنا طبعا مش بقول إن الحكومة هتطبع 20 مليار جنيه بالضرورة، أنا بدي مثال إن هي مش مضطرة تطبع هذا الكم الهائل، ولكنها هتضطر تطبع كمية كبيرة أكتر من قبل كده، وبالتالي هذا يعني مزيد من التضخم. يعني لو الناس دلوقتي بتصوت من الأسعار، أنا أبشرهم إن المستقبل الجنيه ومستقبل الأسعار ليس عاطفي بالمرة، الأسعار هتزيد أكتر من الموجودة دلوقتي، والمعيشة هتصبح أغلى بكثير. فبالنسبة لمستقبل الجنيه زي ما قلت متوقع إن التضخم هيزيد، وعشان التضخم هيزيد سعر الصرف هيتدهور قصاد الدولار، لأن الدولار نسبة التضخم فيه أقل بكتير من الجنيه. والحكومة المصرية دلوقتي بتعمل على تشجيع السياحة، أكيد عشان نشجع سياحة أو عشان نشجع أي سلعة أو خدمة بنصدرها لازم نخفض من قيمة الجنيه طول ما في تضخم، طول ما في تضخم عالي، لأن إحنا مش عايزين نصدر التضخم للمتعاملين بالعملات الأجنبية. فهيحصل طبعا انخفاض لسعر الصرف، فالأسعار هتزيد بشكل كبير جدا بسبب تدهور سعر الصرف، وده كمان هيؤدي لزيادة على الطلب في السلع المنتجة محليا، فده أيضا هيؤدي إلى زيادة إضافية على التضخم للأسعار. بس فعايز أدي بقى نصايح بسيطة طبعا بناء على المعلومات اللي اتقدمت.
طبعا مفيش اي حد مفروض يدخر في الجنيه المصري، دي عملة بتفقد دلوقتي 11% من قيمتها كل سنة، ومتوقع انها تفقد اكتر من كده في السنين الجاية. فطبعا ده يعني لو استثمارك بقيمته بتقل، المفروض الطبيعي ان الاستثمار بيجيب لك عائد، ده انت كده بتخسر فلوس. حتى لو حطيتها في البنك، البنك بيديك فايدة 6-7% مع معدل تضخم 11-12%، يعني انت ما زلت بتخسر 5% من ادخارك او استثمارك كل سنة. فلو مصمم تدخر في العملة، ادخر في الدولار معدل التضخم فيه 1-1.5%، ادخر في اليورو معدل التضخم فيه 1-1.5%، ولكنها ايضا ليست عملات آمنة، لان هم ايضا عندهم ازمه ديون سياديه، والحكومات ممكن تضطر انها تطبع فلوس بشكل كبير جدا، سواء البنك المركزي الاوروبي اللي هو مسؤول عن اليورو، او الفيدرال ريزيرف اللي هو البنك المركزي الامريكي، وده هيؤدي لتضخم كبير جدا، وان العملات دي تفقد قيمتها. فايضا لكنها امن من الجنيه، على الاقل على حسب الارقام المتاحه لينا. فلو مصمم تستثمر في العمله، يبقى دولار او يورو، او استثمر في البورصة، ولكن طبعا ده غير ما يعني آمن تماما، احنا بنشوف البورصة بتقع في يوم وليلة. ولكن شوف الشركات مثلا تاريخها محترم، زي اوراسكوم تيليكوم او المقاولين العرب، او ولكن انا شخصيا لا، يعني لو معايا فلوس مش هستثمرها في البورصة، لانها غير مضمونة تماما، السوق المالية مضطربة جدا وغير آمنة. هو افضل استثمار طبعا منذ بداية التاريخ يعني هو في العقارات، العقارات دايما قيمتها بتزيد، لأن تعداد السكان بيزيد والطلب على الأرض بيزيد، ليها قيمة استخدامية، و أو بتجيب لك عائد كل سنة من إيجار أو ما شابه. بس، وده كان تاريخ وحاضر الجنيه المصري، ونصائح بسيطة اتقدمت بناء على المعلومات. شكرا.